النهارده في تفاصيل حلقتنا من كفر الشيخ. كان حلقه من المعتاد ان انتوا بتشوفوها ومن المعتاد ان انا ما تعودتش اديها ضهري. الست ساميه بطلت حلقه النهارده ام. ام يعني كلمه كبيره قوي، مش كلمه بتتقال كده والسلام. ام يعني ست كافحت ويعني تحملت اللي ممكن بني ادم يتحمله ولا يتحمله عشان توصل لولادها وبولادها البر الامان. اما تيجي النهارده تقول لي انا متبهدله، محدش واقف جنبي، ولا مين بهدلك؟ تقول لي ابني، مع اني يشهد الله اتلو صوابع العشرة شمعة ان كان ليه ولا لمراته. طب هتستحق كده؟ طب ده يرضي ربنا؟ طب لما الام ما تتشالش على الراس، مين اللي يتشال؟ انت عيطتي وبدات عياط ليه؟ انت جايه من كفر الشيخ؟ كلامك زي العسل حبيبتي، كلامك على راسي. انا ما سمعتش من ده ربنا بخرجني كلمه على راسي، لا من ابني ولا من جوزي اللي انا مديها له كده ولا من سيلفي. ايه اللي حصل بقى؟ المشكله بتبتدي منين؟ يعني انت مشكله من عند ابنك ولا من عند جوزك اللي اديتي له الكلى وما قدرش؟ وكرشني برضه. كرشك؟ عشان خاطرها برضه. عشان خاطر مين؟ مراتي. يعني انت اللي انت فيه ده كله؟ بشتغل وحاطيني، بشتغل وبعمل كل حاجه وبشتغل كل حاجه، ده كله. بتشتغلي ايه؟ بملى بوابيه. كنت بملى الولاعه بتاعت الولاليع، عارفه بتاعت الولاليع اللي بتملى الولاليع؟ كنت انا بملاها برضه. كافحت على ابني ده وكافحت على اولادي. مين كان بيبقى معاكي في الشغل ده؟ انا لوحدي وانا وابني وانا وجوزي. بس جوزي ما كنتش بخليه يخش بالحاجات دي، انا اللي كنت بخش. ليه؟ وبشتغل. ما تخلوش يدخل. اتعلمتها، قلت انا اتعلمها بقى وانا اللي اشتغل. بتريحي ليه؟ مش انا مدياله كله وانا بحب وبنتي وابني وبنحب بعضنا، واخدين بعضنا على حب. انت وجوزك؟ اه. طب ايه اللي دخل الشيطان كده؟ مجدي. مجدي ده سلفك؟ سلف. اخو جوزك؟ اه. شيطان في البيت والله. خد البيت. البيت ما خدته الا لما امه ضربته ودابت له عمامه كلهم، قالت له بيه البيت لجمال وسامي. شوفوا لما هنا في العجوزه هنا كان بيغسل، وخده من الغسيل وقال انا هكتب بنتي دي، هكتب ميمي على اسمي، وهدي لك قرشين كده واطلقك، وهو ويقعد بقى في اي حته. هو يقعد في اي حته ويديك قرشين ويطلقك وهو هيموت. قامت ننت قالت له لا، هديها لاخوك تاني. انا شوف انا بحبك، مانيش هسيب ده، لو انا راجل كنت هاخدها. شيء ده هي اللي عملت لابني وهي اللي عملت انا، وانا راجل اخدها هديها لابني التاني. ده كده في اول الزمن خالص وجوزك تعبان. اول الزمن وخدت حج وخدت البيت بتاعي، خدت البيت بتاعي بعمامه ضربوه نزلوا عليه بالكفوف. مين اللي ضربوه؟ عمامك انت؟ عمامه هو ضربوه عشان خاطر حضرتك. اه. وجبت ثلاث شيوخ. الكلام ده سنه كام يا ست سامي؟ 36 سنه. قد معايا. طيب سيفك بيعمل فيكي كده ليه؟ ما اعرفش، طماع وما عملش بقى لما مراته ماتت. رحت انت جوزت ابنك وابنك كان معاكي بيكافح جنبك وحافظتي على جوزك المريض، ايه بقى اللي خلى ابنك يتحول عليكي كده ويبهدلك؟ ساعة ما بتحصل اي كلمة من مراته، اي كلمة من مراته بيقوم مقلوب عليا. انا ما بروحلوش الدكان، عاملين له دكان كبير وفيه سوبر ماركت كبير. يعني انا ساعات بعوز كرم الله، عاوز حاجه اقول يا عبده هات يا عبده، ايه هات الكرم الله، اختك معايا اهي، انت ما جبتليش حاجه في العيد في رمضان. طب ليه ما جبتليش حاجه في العيد؟ يقول لي مش هجيب لك. طب ليه ما جبتليش حاجه في رمضان؟ اختك معايا بقالها سنه ما حشتناش ليه في يوم في رمضان؟ ده انت اكبر من كده، ده انت عبده ابني الوحيد، انا ماليش غيرك. انت ما كنتش كده، اصل انا ببص ان هو ما كانش كده، هو عازم ما كانش كده. من عند ما اتجوز، من اول يوم ما اتجوز. اتجوز بقاله كام سنه يا ست ساميه؟ متجوز بقاله 8 سنين، معاها بنت في سنه ثالثه. وبنت في سنه عندها 3 سنين. من اول ما اتجوز وهو بقى بخيل عليكم. بخيل عليه. مش يمكن ما بالي ما علمتوش على البخ، ما بالي ان كان بيجيب لي كل حاجه، انا مش عارفه، حتى لو الشيخ راح قال له انت بتعمل كده فلما يقعد يعيط. طيب مش جايز الحياه ومتطلبات الحياه وبيت متطلبات الحياه ده مبسوط، ده انا عاملين له معلقه ذهب حنكم. طب ما تجيب لي من المعلقه الذهب ديت ترتوفه صغيره حبيتين رز. معلقه ذهب ازاي؟ من انابيب. عاملين له الحلو كله، ابوه بيشتغل كان بيشتغل سمكري. وانا كنت بسمكر معاه برضه.
كنت بروح معاه كده اعمل 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 اقعد في السوق واعمل معاه املك البتاع والازير واشتغل وياه الامبراطور بتاع المطور بتاع العربية. كنت شاطرة وانا بس بقى التعب بقى لما تعبت. ابن رمان ابنك بيشتغل ايه؟ ابني بيشتغل في محل جميل، محل إيه؟ جبن لحوم سمك حاجة مع بتاعه عليه. ولا مش بتاعه؟ وفيه فيه كونديشن بتاعه؟ اه بتاعه. وعشنا العمر دي كله ونيجي في الاخر نتهان ونتبهدل ويبقى انا لساني زفر، يبقى انا لساني زفر وبتعارك مع كل الناس اللي تتعارك معايا. امال اسيبهم؟ اسيبك تشتمني وتغلط فيا وانا معدي انا وبنتي؟